السلام عليكم. I'm very thanks to organize and committee to invite me here. شكرا دكتورة لبنى، الدكتور صلاح، الدكتورة ولاء، منورة دكتورة حنان، صديقي العزيز دكتور محمد عبد الرؤوف، وأساتذتي الأعزاء. يمكن وإحنا بنعالج العيان بتاع تايب 2 دايابيتس دايما ما بيخطرش في بالنا الرير. هو كل عيان السكر بتاعنا وإحنا عم بنعالجه كله الكومن، يعني عيان يتشخص وبعدين نديله التريتمنت بتاعه، وبعدين العيان يفيلد نزود اذر دراج، وبعدين يفيل بقى نقول يا ده ممكن الراجل ده يطلع لا ده او مودي نديله انسولين. هل في خيارات اخرى ممكن تبقى موجوده ولا لا؟ ده اللي هنشوفه مع عم جابر. عم جابر 55 سنه، اولد ميل بيشن، متجوز وعنده 3 اولاد، بيشتغل مانوال وركر، اتولد وعاش في مصر، سموكر 10 سجاير لمده 15 سنه. كل الكومبلين بتاعه اللي جه ديسنس ولايتنس في الـ3 أيام الأخرانيين، بدأ يحس بدوخة وسنكوبة الأتاك حصل له مرتين، بدأت لايتنس في الجرادوال أونسد وبروجريسيف كورس بقى لها 3 أيام بس مش كتير، حصل له 2 أتاك من السنكوب خلال الـ3 أيام اللي فاتوا. البيشن قال لك أنا ما عنديش نيورولوجيكال مانيفستيشن ولا إبليبتيك فيت بتجيلي وما اتخبطتش وما عنديش مشاكل في ودني عشان نفكر إنها تكون إنر إير. من سنتين البيشن ده كان دايجنوز ان هو تايب 2 دايابيتس، بدا ياخد اورال انتي دايابيتيك ان ذا فورم سلفونايل يوريا وميتفورمين، لكن مش كنترولد. الاي وان سي بتاعه اخر 3 اشهر كان 8.8. راي حضراتكم لغايه كده الدنيا ماشيه فين؟ عيان دايابيتيك خد التريتمنت بتاعه وجاله حبه دوخه، بدأت الأمور تتضح أكتر، العيان بدأ يلوس ويت، العيان لص قد إيه؟ 10 كيلو. كان 91 بقى 81 كيلو. قال لك أنا عندي إيزي فاتيجابيلتي ومجهودي قل خالص، ما كنتش قادر أتحرك والمجهود بتاعي قل، وما عملنا له الهيموجلوبين بتاعه طلع 9.9. نورموسيتيك نورموكروميك أنيميا، والراندم بلاد شوجر بتاعه 423. إيه يا عم جاي تقول رير وكومن؟ ما الراجل واضح أهو. صح، عيان دايابيتك ومش كنترولد والراندم بتاعه بقى 423 وانيميك، يفسر كل الحاجات اللي فاتت. صح، طب يفسر الويت لوس؟ صح، يعني كاتابوليك ستيج، نديله انسولين وبياخد مالتي فيتامين وبي 12 وبدانا نديله فعلا انسولين ودي دي بفور مع ميت فورمين، وقلنا له تابع الراندم بتاعك والبوست براندل وابدا بلغنا وقول لنا كل اسبوع. طبعا هو راح وما عملش اي حاجه من دي خالص. من شهرين فاتوا بدا يلاحظ ان في بروريتك سكين راش، والبروريتك سكين راش دي بدات تبقى في الاكزيلا والجروين والباك. طبعا اما راح للبتاع الراجل بتاع عادي فانجل انفكشن في عيان دايابيتيك ان كنترول، صح تمشي، اداله انتي فانجل واداله انتي هيستامينيك، لكن العيان مش ريسبونس. الهارت بتاعه كان كويس، مفيش مشكله في الهارت، مفيش مشكله في الشيست، ما عندوش اي سيمتوم للجي اي تي. مش هايبر تنشن، ما اتحررتش الحوادث ولا تروما قبل كده، كل اللي عمله في حياته انه كان عمل ابندسكتو من 20 سنه. الفاميلي هيستوري مفيش فاميلي هيستوري الكونسيكوانتي ومفيش سامري هيستوري للسيميلر كونديشن. العيان اورينتد للبيس والبيرسونال كشكيا فعلا 81 كيلو اللي كان اسد في الاول ده، رغم ان هو الويت بتاعه 181، البودي ويت بدا يبقى البودي ماس اندكس بقى يبقى 24، البلاد بريشر بتاعه 90 55، البلس 95 ريجولار، والتمبريتشر 37.3، والريسبيراتور ريت 22. كل الحاجات دي ماشيه حلو. لما بدانا نبص في البق بتاعه في الفيس لقينا بالور من الانيميا طبعا في الكونجكتيفا والانر ليب، انجر جولايتس اللي هي موجوده هنا وفي بوينتر اخضر، الانجر جولايتس والتانج كان بالشكل ده كراكت تانج، مايلد جولوسايتس برضه الامور مش ماشيه كويس قوي. الابر ليمب واللور ليمب لقينا السكن مانيفستيشن بدات تزيد قوي، والسوبرفيشال ليجن والجروين والساي والاكستندد لللور ابدمن، وبدات تاخد كل الجسم بتاعه تقريبا باتشد
وبريفرال بلاستر وبروزن من النص واندوريتد اريا اللي موجوده في الاجزله. بدات الامور تختلف شويه. طيب على مستوى الاكزامينشن الهارت ازيك؟ الشيست كان كويس؟ الابدومن؟ النيورولوجيكال مانيفيستيشن؟ مفيش نيورولوجيكال مانيفيستيشن. يعني احنا بالخلاصه عندنا عيان دايب 2 دايابيتس كان ماشي على الاورال وقلبناه انسولين، العيان ده لص 10 كيلو، العيان ده عنده انيميا، العيان ده عنده درماتولوجيكال مانيفيستيشن جلوسايتس واكزيما وريزيستنت للتريتمنت. طب يا عم العيان ده ممكن يبقى دايابيتك كيدني ديزيز، وارد uncontrolled diabetes ومعاه سوبر انفكشن من الفانجل، ده شيء موجود. uncontrolled diabetes ومعاه recent malignancy زي ما الدكتور كان بيقول، weight loss وسكن hyperthyroidism type 2 diabetes uncontrolled type 2 diabetes ومعاه inflammatory bowel disease اي اوتو اميون بقى systemic lupus celiac disease. في خيارات تانية؟ مساء الخير يا فندم. ليه يا استاذ؟ تمام. اما عملنا الانفستيجيشن الهيموجلوبين كان 8 و9، الوايت بلاد سيلز كانت 7، البليتلت 255، ليفر فانكشن تيست وز النورمال فاليو، الاي ال تي والاي اس دي مظبوطين، الكيدني فانكشن 1.2 من 10، استيميتد جي اف ار 96 كويس، اكسكلود الكيدني، الاي ان ار 1.1، الاي اس ار بتاعه كان 90 مش معدل 100، السيرا اكتف بروتين 65 انفلاماتوري كونديشن، الهيموجلوبين 9 و8 نورموسيتيك نورموكنوميك انيميا، الفاستنج 196 والبوست براندل 330 على الانسولين، الكالسيوم كان 9 و1، الفوسفور 2.5، البوتاسيوم 4، الصوديوم 133، التي اس اتش نورمال اكسكلود الثايرويد. طيب ادخل شويه اكتر، البوم كرياتين ريشو كان 280، عملنا كالتشر للفانجس عشان نشوف زي ما قلنا كده ما طلعش فيه جروس، الاوكالد بلاد في الستول نيجاتيف رغم ان هو نورموسيتيك، الانتي نوكلر انتي بودي نيجاتيف، الفيكال كال بروتكتين مفيش انفلاميشن اهو الدنيا ماشيه، الانتي تيشو ترانس جلوتامينيز انتي بودي نيجاتيف مفيش سيلياك ديزيز، الفاندس مايلد نون بروتيف دايابيتيك ريتينوباثي، الاكس راي هايبر انفليتد شيست وزن نورمال. ايه الخطوه اللي نعملها بعد كده؟ مالتي سلايد، يعني الحاجات اللي احنا قلناها كلنا دي بدات تقع منا واحده، دايابيتيك كيدني ديزيز لا، استيميتد جي اف ار كويس والالبوم كرياتين ريشيو كويس، وقعت ان كنترولد دايابيتس وسوبر امبوز سيستميك فانجل وقعت، عملنا الفانجل ما طلعش فيه، ان كنترولد دايابيتس وريزنت مالجنسي ويت لوس وانيميا وسكن. طبعا الدكتوره لبنى رئيسه الجمعيه وسياده المؤتمر اللي عزمانا كلامها لازم يمشي يعني، هنسيبها شويه. هايبر ثايرويديزم نزل، ان كنترولد دايابيتس انفلاماتري باول ديزيز استبعدناها، بدانا ندخل في قصه ان احنا عندنا مالجنسي في حته ما، ندور ازاي ونبدا منين؟ زي ما الدكتوره لبنى كانت بتقول، قلنا نعمل درماتولوجيكال كونسلتيشن، جبنا الراجل بتاع الترماتولوجي في الاول قال لك ده فانجل وبدا يدي فانجل تاني وانت هيستامينك تاني وبرده العيان مش ريسبونس، بعد مش ريسبونس قال لك هاخد سكين بيوبسي، خد فعلا سكين بيوبسي وطلعت زي ما الدكتوره لبنى قالت نيكروليتيك مايكراتري ايريزيم. الله ده انتوا غيرتوا دماغنا خالص، خدتونا في حته تانيه خالص. طبعا اول ما تلاقي النيكروليتيك مايكراتري ايريزيما يبدا مخك يتغير. هي ايه النكروتيك ماجراتري ايريسيما؟ قال لك دي ايريسيما بتبقى موجوده ريد باتشد وفيزيكال وكراستد وبتبقى ماسكه اكتر في الباتوكس والجروين، وبعد كده تبدا تاخد الجروين وتاخد اللور ليمب وتمسك في الاجزيلا وتوصل للليب اند سو اون. يعني دي بنشوفها كتير؟ قال لك لا ما بنشوفهاش كتير. طب اول ما اشوفها، اول ما تشوفها زي ما الدكتوره لبنى قالت اهي شايفين المنظر، بتبدا هنا في الباتوكس وبعدين تبدا تتحرك توصل لعند الساي، ممكن توصل للهاند الاكزيلرا الكروين اند سو اون، وتبدا تتحرك مايجراتوري ريسيما زي ما احنا شايفين. الاسيوز كونديشن معاها 70% جلوكونوم، يعني اول ما تشوفها قول جلوكونوم لغايه ما يثبت العكس 70%. طب لو ما طلعتش جلوكونوم قال لك تبقى سودو جلوكونوم،
يعني لو ما طلعتش وما لقيتش معاها الحاجات الباقيه يبقى سودو جلوكانوما، رغم انها مش كتير قوي. ليس كومن انها تبقى مع الحاجات التانيه اللي احنا استبعدناها زي السيلياك ديزيز والكرونز ديزيز والارسيرتيف كولايتس والهيباتيك سيروزس والهيباتوسيلر كانسروما واللانك كانسر، خصوصا السمول جروس فاكتور. يبقى عم جابر راجل بيشتغل عامل، عم جابر جاله السكر من سنتين، عم جابر كان ماشي على السلفونايل يوريا والميتفورمين ومش كنترولد، بدا يجيله ديسنس وفرتايجو، عنده انيميا. اما عملنا الانفستيجيشن بعد شويه طلعت كلها ويز النورمال فاليو، يعني مش كاتابوليك، يعني مش كل عيان هيجي لي دايابيتس ومش كنترولد ووزنه بيقل يبقى هو المشكله في النقطه دي، وادي له انسولين واتوقع روح يا عم ده انت شهر وهترجع. لازم نفكر في الحاجات الرير. اسنا الفاستنج بلازما جلوكاجون كان 1930، رقم عالي جدا، هو مسموح لغايه 200. الكونتراست تي زي زي ما قلنا لقينا ان فيه فعلا ماس في الديل اوف بنكرياس كان 1.5 ل 2 سنتي، وما كانش معاه حاليا لنبسي. عملنا اندوسكوبيك الترا ساوند عشان نشوف، وخدنا بيوبسي وفعلا طلعت جلوكاكين كونتونينج سيل. ايه الدياجنوز بتاعنا؟ جلوكاجونوم. هي ايه الجلوكاجونوم دي يا عم؟ هي طالعه منين؟ جلوكاجون طالع منين؟ طالع من الالفا سيل. هي الالفا سيل موجوده فين؟ في الايزلد اوف بنكرياس، ايزلد اوف لانجر هانز. هي اللي بره ولا البيتا سيل اللي بره، ولا هما متنطورين كده؟ يعني في بيتا سيل والفا سيل ودلتا سيل، مين جوه ومين بره؟ صح. انت انا مغششك الحلقه؟ عرفتك قبل ما اجي؟ تسلم يا استاذ. هو فعلا ربنا ما بيخلق، ربنا ما بيخلقش اي حاجه بهزرت كده، يعني افلا تعقلون افلا تذكرون. فعلا ربنا خلق البيتا سيل جوه والالفا سيل محوطاها. لان لو سالت حضراتكم مين اخطر، الهايبر جلايسيميا ولا الهايبو جلايسيميا؟ الهايبو جلايسيميا. يبقى ربنا خلق الالفا سيل اللي هتطلع الجلوكاجون بره عشان الفينس ريتيرن وهو راجع يتقاس السكر فيه. لا السكر عالي يسمح بمرور الانسولين، لا السكر واطي ما يسمحش مرور الانسولين ويطلع الجلوكاجون عشان يلحق القصه دي. لكن الجلوكاجون ده ديومر في الالفا سيل ورير، هو فعلا رير. اكتشفوه سنه 1942 بيكر ايتال في واحده ست عندها 45 سنه، كان كل مشكلتها النكروتايزنج الرسيمه المايجريتنج الرسيمه دي بس، وهو مش كومن في الميل ولا الفيميل، هما الاثنين زي بعض. وفي الايج ممكن يجي في اي ايج، كومن انه يحصل بعد سن 55 سنه ومش كومن. ولازم تلاقي معاه الترايات اللي هنقولها بعد شويه قبل ما الوقت يخلص. طبعا هو ممكن يبقى جزء من مين 1 بتوتري ادينوما وبارا ثايرويد هايبربليزيا وبنكرياتيك تيومر، ده ممكن يبقى جزء منها فعلا، لكن ممكن ساعات الغالب بتاعه انه بيجي لوحده، النسبه بتاعته مش عاليه، 1 من 100 ل 1 من 1000. قال لك ان 7% من 340 بنكرياتيك اندوكراين تيومر كانت جلوكاجونوما، النسبه مش كبيره برضو قوي، موجود في الديل اوف بودي اوف بنكرياس، ونادر انه يحصل في الهيد اوف بنكرياس. نعدي الجزء ده عشان الوقت. هو الكلاسيكال جلوكاجونوما سندروم زي ما حضراتكم عارفين اي سندروم عباره عن سيمتوم وساين وانفستيجيشن. قال لك ويت لوس ونكروتايك ميجراتوري ايريسيما دي مهمه قوي، وديابيتس وميكوزال ابنورمالتيز في الاستومك في السوماتايتس والكولايتس والجروين اند سو اون. زي ما احنا شايفين الشكل كده بتاعها، الصوره اللي بعد دي صوره لذيذه قوي، في الوبيشيا في الهاند في اللور لمب اند سو اون. تخيلوا دي النكروتايزنج ميجراتوري ايريسيما بعد ما الراجل ده شال عمل سيرجري، مش جابر يعني، دي حاله من انا مقتبسها من على النت، اتحسن ازاي الامور وخصوصا بعد السيرجري، يعني مش الكيمو ثيرابي ولا السوماتوستاتين ريسبتور انتاجونست. وقال لك ان ده 70% من العيان بيبقى الرش ده موجود فيهم، وممكن يظهر قبل اي سيمتومز ثانيه، والسكن كومن اللي موجود معاها، وبيبدا زي ما اتفقنا خلي بالك بيبقى في البوتكس الاول وبعدين الجروين اند سو اون، يبدا ينتشر في الجسم. ده التانج بتاع المدل والسايتس بتاعتها.
الثري دي سندروم ديرماتايتس ديابيتس تيفونس رمبوزس وديبريشن. يبقى الفور تي دي لازم تفكر فيهم دايما، الديرماتايتس والديابيتس والديب فينس رومبوزس والديبريشن، دي الموست كومن انها تبقى موجوده. حاجات تانية بتبقى موجوده معاها، اشخصها ازاي؟ ابدومينال الترا ساوند سي تي بوسترون ايميشن توموجرافي اللي هو بنسميه البيتا سي تي، ده عباره عن انه بياخد مولكيول قليله قوي من الراديو اكتف تبدا تتحرك وتترسب في البنكرياس، وقال لك ان هو ده اكتر واحد ممكن يشخص قبل ما يظهر الحاله. التريتمنت بتاعه ثلاث حاجات: سيرجيكال لاكيموثيرابي لاسوماتوستاتين انتاجونست، طبعا الكيورابل هو السيرج. شاكرين جدا وسعيد بوجودي مع حضراتكم، لو في اي سؤال تحت امركم.